السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوان كارلوس فاريلا رودريغيز رئيس جمهورية بنما بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة الممثلتين إلى فخامة الرئيس خوان كارلوس فاريلا رودريغيز. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف بكل قوة وحسم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل التحديات التي تستهدف أمنها وأمن المنطقة واستقرارها. واستنكر سموه بأشد العبارات إطلاق المتمردين الحوثيين وحلفائهم صاروخا باليستيا باتجاه شمال مدينة الرياض، والذي تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضه بنجاح وتدميره دون أن يسفر عن أي إصابات. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يد الشر المستطير لن تنال من عزيمته أو عزيمة أشقائنا في المملكة، مؤكدا سموه أن حزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة كفيل بإحباط كل أشكال العدوان والتآمر ضد المملكة والمنطقة ككل. وأضاف سموه أن الاعتداء الآثم يثبت مجدداً صواب قرار الحزم الذي اتخذناه بقيادة المملكة، مؤكداً ثقته المطلقة بالنصر والقضاء المبرم على أي محاولة تسعى إلى تقويض أمننا واستقرارنا. وأكد سموه أن دار الحرمين يحميها رب العالمين، وأن دولة الإمارات تقف قلباً وقالباً مع المملكة في العسر واليسر. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في العاصمة أبو ظبي الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الذي يزور البلاد حاليا. وبحث سموه والرئيس لوكاشينكو علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا الصديقة وسبل دعمها وتطويرها مما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما وجرى خلال اللقاء استعراض مجالة التعاون الثنائي بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. وتم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات والمستجدات الدولية والإقليمية وتبادل وجهات النظر حولها. حضر اللقاء معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي والسعادة مطر سهيلي بهوني ومعالي فيكتور لوكاشينكو مستشار الأمن الوطني البيلاروسي وسعادة رومان ألكسندروفيتش سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة والوفد المرافق للرئيس البيلاروسي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في العاصمة أبو ظبي السيد جو كايزر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية. رحب سموه بوفد الشركة وتبادل معهم الأحاديث حول المواضيع التي تتصل بشؤون الاستثمار والاقتصاد والتجارة ومجالات التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية، إضافة إلى الدور التنموي التي تقوم به الشركات والهيئات الخاصة في دعم التعليم والمعرفة والتدريب والابتكار في التقنيات الحديثة المتقدمة. حضر اللقاء سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي وسعادة بدر سليم سلطان العلماء رئيس مجلس إدارة شركة استراتا للتصنيع ومدير قطاع صناعة الطيران في مبادلة. استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم في مقر إقامته بالقاهرة معالي الدكتور خالد العناني وزير الآثار بجمهورية مصر العربية. نقل معالي الوزير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة شكر وثناء القيادة المصرية والشعب المصري الشقيق على ما تفضل به سموه وأهداه لمصر. وتمنى معالي الوزير بأن تقتدي باقي الحكومات والجهات والأشخاص بما بادر به صاحب السمو حاكم الشارقة من إعادة للآثار المصرية إلى أصحاب الحق بامتلاكها.
وأشاد بحرص سموه على نقل تلك الآثار بطائرته الخاصة وتسليمها بنفسه لوزارة الآثار. كما وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة إهداء من معالي وزير الآثار تمثل في زمزمية من الخزف مزينة بطلاء زجاجي وزخارف نباتية تعود للعصر العثماني. أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة أهمية تنشئة الأجيال على الثقافة والمعرفة الصحيحة بما ينمي من قدراتها ومهاراتها ويضعها في مواقع التنمية والتقدم التي تقود الدول إلى المراتب المتقدمة والمتطورة. وأوضح سموه أن المسيرة التنموية والثقافية في إمارة الشارقة بقيادة وتوجيهة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة شملت مختلف المستويات الاجتماعية والمراحل السنية مع الاهتمام بتنشئة الأجيال على الثقافة وحب الاطلاع ما يمكنها من مواجهة التحديات المستقبلية. وأشاد سموه بجهود مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال برئاسة الشيخ بدور بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وتعمل المؤسسة المعرفية الغير ربحية على توفير الكتب ومواد القراءة للأطفال في المناطق المحرومة والمتضررة من الأزمات والصراعات على مستوى العالم. حصن الاتحاد 2 مبادرة نظمتها القوات المسلحة الإماراتية في إمارة الشارقة في إطار إظهار وتسليط الضوء على الدور الهام الذي تقوم به قواتنا المسلحة المدربة تدريبا عاليا في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض دولة الإمارات. الزميل أيمن مصبح والتفاصيل في سياق التقرير التالي. برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة عصر الجمعة المناورات العسكرية المشتركة التي أظهرت خبرات القوات المسلحة وجاهزيتها ومعنوياتها العالية ومهنيتها الشاملة عبر عدة سيناريوهات لمعارك حقيقية حية ومختلفة تضمنت عملية جوية لإنقاذ رهائن خلال النسخة الثانية من العرض العسكري حصن الاتحاد 2 والذي انطلق في 3 نوفمبر في إمارة الشارقة. وأمام حشد جماهيري كبير من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه عكست العروض الحية القدرات الاحترافية لأفراد القوات المسلحة في خطوة تسلط الضوء على التنسيق والتعاون الوثيق الذي تمارسه القوات المسلحة والقوى الأمنية عند التعامل مع التهديدات الأمنية، وهو العرض العسكري الأضخم من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. تشكيلات القوات المسلحة على أرض شارقة الأدب والفكر والإبداع التي تقف طودا شامخا وحصنا منيعا في وجه الطامعين ليقدموا أسمى وأنبل البطولات إيمانا بدورهم في حماية الأمة وعروبتها والذود عن حياض الوطن الغالي. أيمن مصبح، قناة الظفرة. استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري اليوم أعضاء مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. طلع سمو ولي العهد على الأنشطة التي تنفذها الجمعية والمشاريع الثقافية التي تعتزم إنجازها في العام المقبل، مشيدا بدور الجمعية في تنفيذ المشاريع التي تصب في مجال تنمية المجتمع وتبني قضاياه ودعم الحراك الثقافي في إمارة الفجيرة والدولة. وأشار سموه إلى أن الفجيرة أصبحت اليوم محط أنظار المبدعين من المفكرين وكتاب وفنانين في العالم بما تحتضنه من مشاريع فنية وثقافية ارتقت برسالة الثقافة،
وشدد سموه في ختام اللقاء على أهمية تعزيز الهوية الوطنية في جميع مبادرات الجمعية وأنشطتها، وعلى نحو يصب في خدمة المجتمع بكافة فئاته وقطاعاته. قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم واجب العزاء إلى أسرة الشهيد عبد الله أحمد الحوسني الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل باليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الفلاح في العاصمة أبوظبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. عقدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي 16، جرى خلال انتخاب رئيس ومقرر اللجنة وفقا للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تم إعادة انتخاب سعادة محمد علي الكمالي رئيسا بالتزكية، وتم انتخاب سعادة عفر البسطي مقررا للجنة بالتزكية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من عفر راشد البسطي مقرر اللجنة ومطر السيل الظاهري وخالد علي بن زايد وجمال محمد الحاي وعاش راشد ليتيم وفيصل حارب الذباحية. في هذا الصدد قال سعادة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة إن اللجنة استكملت اليوم مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والذي تناقشه ضمن محاور الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورسوم الخدمات المقدمة للمواطنين. تنفذ القيادة العامة لشرطة أبوظبي مجموعة من الأنشطة والمبادرات التي تعزز من نشر المعرفة بين المنتسبين وتوثيقها في إطار حرصها المستمر على تطبيق ودراسة التجارب العالمية وإمكانية الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمنية. في هذا الإطار أكد العميد مهندس الدكتور إبراهيم الهنائي مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي أكد حرص القيادة الشرطية على الاستفادة من الخبرات والدراسات العالمية المتخصصة في مجال العمل الشرطي والأمني بما يعزز من التحسين والتطوير، لافتا إلى أن مركز المعرفة يدرس أبرز الجهود العالمية ويبحث تطبيقها على أرض الواقع في هذا الصدد. نظمت مديرية شرطة المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي احتفالية لبيه يا وطن بالتعاون مع مدارس حكومية وخاصة في المصفح، تعزيزا للشعور بالانتماء للوطن وترسيخا لمبدأ الخير والعطاء والوفاء في مجتمعنا. وأوضح العقيد عمران أحمد المزروعي نائب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بأن الاحتفالية تأتي لترسيخ قيم الوحدة الوطنية وتعزيز الولاء للوطن وقيادته الرشيدة وأغرس معاني الوفاء في نفوس النشأ لرد الجميل الوطن وقيادته الرشيدة التي حققت للبلاد التميز والريادة محليا وأقليميا وعالميا. حطمت جزيرة العلم إحدى أبرز الوجهات السياحية في إمارات الشارقة رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد رفعها لأكبر علم للدولة على سارية في العالم. جاء ذلك خلال التظاهرة الوطنية التي نظمتها مواكبة للاحتفالات بيوم العلم الذي تزامن مع تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مقاليد الحكم. وفي هذا الإطار قالت خلود الجنابي مدير جزيرة العلم إن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات الجزيرة التي تلتزم بتحقيق الحضور الذي يعكس مكانة دولة الإمارات وإمارات الشارقة عربيا وعالميا. أدانت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بشدة محاولة استهداف ميليشيات الحوثي لمطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي. وقالت الجمعية في بيان أصدرته اليوم أنها وإذ تنظر بقلق بالغ لتعمد استهداف ميليشيا الحوثي لمناطق مدنية مأهولة ومكتظة بالسكان، ما يؤشر على قصد نية مبيتة في تعمد إلحاق الضرر والأذى وإيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية بأرواح المدنيين، فإنها تطالب المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية بإدانة هذه الجريمة وملاحقة ومساءلة
من خطط لها أو أمر بارتكابها ومن نفذها باعتباره مجرماً ضد الإنسانية. وفي اليمن دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم المخيم الجراحي المجاني الأول في مديرية عتق عاصمة محافظة شبوة ضمن برامج المساعدات الإماراتية التي تنفذها الهيئة على الساحات اليمنية. وأكد محمد سيف المهيري ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بالمحافظة أن المخيم يهدف إلى مساعدة المرضى من ذوي الدخل المحدود والمعسرين على إجراء العمليات الجراحية لاستئصال اللوزتين بالمجان، لافتا إلى إيلاء الهيئة أهمية بالغة للجوانب الإنسانية والخدمية على رأسها الجانب الصحي. وأكد مسؤولون بالمحافظة أهمية وحيوية المخيم الجراحي كونه يخدم بشكل رئيسي الفئة المجتمعية محدودة الدخل. أما الآن إلى آخر إغلاقات سوق المال أو إغلاقات أسواق المال في تعاملاتها لليوم الأحد بداية الأسبوع. كما وإليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم الغد بإذن الله. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.